رحلتي إلى محمية العرين. مرحبا، أنا الطالبة فاطمة علي يوسف من الصف 3، سوف أخذكم معي في رحلتي إلى محمية العرين، هيا بنا. ذهبت مع معلمتي وزميلاتي إلى محمية العرين العام الماضي عندما كنت بالصف الأول. رافقنا في الرحلة جميع صفوف الأول في مدرستي، مدرسة النويدرات، فكان عدد الطالبات في صف الأول فرقة واحد 35 طالبة، وأول فرقة 34 طالبة، وأول فرقة 34 طالبة، فيصبح مجموع الطالبات جميعاً يساوي 103 طالبة. تقع محمية العرين في منطقة الصخير، فلقد رأيت العديد من المناظر الجميلة والحيوانات المتنوعة مثل الجمل، الحمار الوحشي، والسلحفاة، وأيضاً النعامة. ومن أجمل ما رأيت هناك طائر الكركي المتوج، وهو من الطيور المهاجرة، ينتمي إلى مجموعة الطيور ويغطي جسمه الريش، ويتميز بأن له رجلان وجناحان ومنقار. ومن أكثر ما أعجبني في المحمية وجود ركن مخصص لألعاب الأطفال. في محمية العرين رأيت العديد من نعم الله علينا مثل الأشجار والماء والحيوانات. لقد استمتعنا كثيرا في الرحلة. إلى اللقاء.